اروح بقى للاخت كان اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها عبله. عبله، الاخت عبله. ايوه اخت عبله. يعني ايه بقى؟ احكي لي انت بقى عن دور عبله، انا مش هتكلم. لا، من اجمل الصدف اللي حصلت في حياتي ان انا كان من احلامي بصراحه اشتغل مع استاذ تامر، ومسلسل جه فجاه. يعني كنت انا بشتغل خلاص، ويعني مكتفيه جدا، وما عنديش اي خيال او طموح ان انا اعمل حاجه تانية. بس يعني اول ما استاذ تامر كلمني وعالم تاني. يعني عبله المسلسل كله عالم مختلف جدا، وعبله ليها خصوصيه فظيعه وشخصيه عامله زي موج البحر كده. يعني انا كنت حاسه ان هي سلسه وعميقه، وتبدو انها دايما ما عندهاش جديد، بس هي عامله زي صندوق الدنيا بالنسبه لي. يعني كل ما تفتحي تلاقي شخصيه مبهره جواها، وشبه المصريين قوي. لازم اقول ملاحظه انه انتي حلوه وجميله، بس في المسلسل ده انتي حلوه. يعني فكره انها ازاي هم مطلعينك حلو، يعني يور بريتي، يعني ما فيها، يعني مش محتاجه اقول لك ده، بس انتي طالعه حلوه. في حاجه عاملها تامر محسن، عاملها مدير الاضاءه، انا ما اعرفش، بس هي طالعه منوره. هل انا يعني تعبيري سليم؟ يعني اقول لك حاجه بسيطه، هي طالعه فيها حتت تقول واو حنان حلوه. اوكي، مخرج، مدير تصوير، كل الحاجات دي، يعني اشكرك. بس هي في عنصر مهم اللي حضرتك بتقوليه ده، هو بيثبت ان الحلاوه حلاوه الروح. الشخصيه روحها حلوه بجد. افتكر كده حلاوه الشخصيه روحها حلوه. لا هي حلوه، مش قصدي، بس انا قصدي ان لا، بس انا في حاجه كنت مصدقاها، انا في حاجه كنت مصدقاها، حتى حصل حوار بيني وبين مهندس الصوت، مشاهد الجواز بيني وبين مثلا اكرم. فاول مشهد لينا، اللي هو احنا اول مشهد صورناه كان الصباحيه، فجيب مهندس الصوت كان بيتكلم، فبيقولي انا عايز اعرف هو ايه اللي حصل من النهارده عن اول الحلقات في المصمت، كنا قطعنا شوط كبير. قلت له انا مصدقه ان انا حلو، يعني انا مصدقه ان انا فرحانه، مصدقه ان انا بحب، في واحد زي اكرم، انا بحب بحلاوته، يعني مصدقه ان انا بحب. المكياج طبعا اختلف وساعدوني فيه، والكوافير اختلف، بس فعلا انا كنت مصدقه ان عبله حلوه دلوقتي، عبله متوهجه، متحققه، جميله، مرتاحه، اول مره حد يطبطب عليها، فهي عامله زي الورده اللي حطيت لها شويه ميه ففتحت. فانا كنت مصدقه كده، بس لازم قبليها تظلم وبعديها تظلم. بس اظن كمان من المشاهد الحلوه قوي اللي بينكم كان مشهد بتاع سيده نفيسه. ده كان مشهد برضو المشاهد الرومانسيه الرهيبه، يعني اللي هي فيها مشاعر عاليه جدا. وفي المدافن، في المدافن ده فظيع. في مشاهد كده، فيها مشاهد. يا استاذ، لا لازم تقول يا استاذ الجريمه. اول يوم تصوير ليها. اول يوم تصوير. مفيش مخرج طيب يعمل كده، يعني يحط الممثله في اول يوم تصويرها. هو حنان بتخاف من الكلاب بقى. مشكله ثانيه دي. حنان بتخاف من كل حاجات الصور. حنان ما بتاكلش لحمه راس ولا كوارع ولا انا الحقيقه، يعني بس كل الحاجات اللي هي عملتها دي اللي احنا صدقناها. انا كنت اكل. انت كنت انا اللي كنت اكل.